يا صباح المحبة يعني علي، صباح الجمال يعني لارا، صباح الخير جماهيرنا أينما تكونوا. شكرا لك. شكرا جزيلا. راح نأخذ فاصل ومجموعة من الأحداث المحلية والعربية والعالمية إن شاء الله. الانطلاقة ستكون من صحيفة الدستور، ماذا كتبت؟ نور ونشأة ويونس ضمن الأفضل آسيويا، وفي الدستور عباس قاسم لن أتخلى عن حلمي، أخطاء الحكام تحت نشرة الانتقاد، الشباب توقف الاستثمار في الملاعب. وماذا كتب موقع كورة الرياضي في هذا الصباح؟ ضربة موجعة للعراق قبل كأس آسيا، سيغيب اللاعب جاستن ميرام عن المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها دولة الإمارات العربية مطلع العام المقبل بسبب الإصابة. ونشر ميرام عبر صفحته على الإنستغرام اعتذارا عن عدم قدرته من مرافقة المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا في الإمارات. وخضع ميرام لجراحة في قدمه اليسرى إثر إصابة لحقت به أثناء منافسات الدور الأمريكي مع ناديه كولومبوس كرو. الشفاء العاجل لجاستن ميرام. إلى صحيفة الرياضية السعودية مع الأحبار العربية نبدأ. تعليق مصير مهند في الأهلي، استبعاد الشهراني من قائمة السعودية لمواجهة الأردن، الأهلي يتوعد الاتحاد بالسومة. إلى الصحف الإسبانية، واخترنا لكم في هذا اليوم الموندو ديبورتيفو. نجما أياكس وقعا في الحب. سلطت صحيفة الموندو الإسبانية الضوء عبر غلافها الرسمي الصادر لطبعة اليوم الأحد على وقوع نجمي هولندا دي ليخت ودي يونغ لاعبا النادي أياكس في حب الفريق الكتالوني برشلونة، قائلة: دي ليخت ودي يونغ وقعوا في الحب. اللاعبان الهولنديان اللذان حظيا باهتمام أكبر الفرق الأوروبية يعتبران البرسا النادي المفضل لديهم. دي ليخت المدافع صاحب 19 عاما هدف البولوغرانا الأول في الصيف المقبل، قد تألق في المواجهة الثنائية ضد الفرنسي الذي يمتاز بالسرعة كيليان مبابي في مواجهة الأمس في بطولة كأس الأمم الأوروبية. كما تألق دي يونغ في وسط الملعب وأرغم الجميع على الإعجاب به، كما أن اللاعب متحمس جدا لإدارة الفريق الأحمر في التمسك به. سبورت الإسبانية، تمضي الأخبار والأحداث الإسبانية يوما بعد يوم. الحديث على فالفيردي الأكثر تألما من إصابة راكيتيتش. أبرزت صحيفة سبورت أن فالفيردي الأكثر تألماً بإصابة راكيتيتش. المدرب الإسباني يرى أن إيفان هو ركيزة أساسية
لا يمكن استبدالها أبدا، خصوصا في مباراة صعبة وقوية ضد أتلتيكو مدريد. ويغيب راكيتيتش عن مباراة أتلتيكو مدريد والمقرر إقامتها يوم 24 من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 14 من الليغا بسبب الإيقاف. كما أن اللاعب الكرواتي تعرض لإصابة في منتخب بلاده وسوف يغيب على آثارها لثلاثة أسابيع. ميرور الإنجليزية هي مسك الختام. ساوثغيت يطالب لاعبيه بتعويض الخيبة المونديالية. أكد جارث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أنه سيدخل مباراة كرواتيا المقبلة اليوم الأحد على ملعب ويمبلي في ختام مباراة دور المجموعات من دور الأمم الأوروبية، وهدفه الفوز فقط. وقال ساوثغيت في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت حسابات هذه المباراة بسيطة للغاية، وهي أن تفوز ثم تتأهل إلى المراحل النهائية في البطولة. كل ما نركز عليه هو الفوز الذي سيكون هدفنا فقط من هذا اللقاء. ونمرر الكرة إلى لارا وأحمد مع التحية ليستضيفوا ضيف ويتحدثوا أكثر. شكرا لك حيدر، طالعنا مع زميل حيدر هم الماشية.